لعبه مهم، ان شاء الله. لكن اللعيبه اللي بره محتاجه ان هي تخش وتاخد فرصه، لان اللي بياخد نجم الشباك هي اللقطه الاخيره. اللقطه الاخيره، فدي مهم جدا ان اللعيبه زي ما بقول لحضرتك قفشه اتصاب، فناصر ماهر مهم جدا ان هو بقى له كتير ما بيشاركش، مهم ان يحط رجله ويمسك في الفرصه. لكن ما يميز ان مستر موسيماني مع النادي الاهلي ان هو ما بيغيرش طريقه اللعب، بيلعب بالطريقه المعتاده وبالطريقه اللي تناسب القماشه اللي معاه. ولو مش ناصر ممكن يكون مين من وجهه نظرك؟ نعمل تبديل كده وتوفيق. ممكن يغير في طريقه، اسالك سؤال تاني برضو، ممكن يغير في طريقه اللعب، ممكن يغير في طريقه اللعب، ممكن يلعب 4-3-3. لكن مفيش حد تاني ممكن تفكر توظفه في الحته دي؟ لا مفيش حد. او تجربه. ممكن السولية. ممكن السولية بمهام هجوميه. اوكي. يعني ممكن يلعب اكرم في نص الملعب، او يلعب حمدي فتحي ويلعب جنب اليو ديانج ويطلع بالسولية، يلعب السولية لان السولية بيعرف يكمل كويس. تمام. مع حريه لطرفين الملعب. طيب مين لعيب في الاهلي انت شخصيا شايفه في مركز ثاني غير المركز اللي بيلعب فيه؟ بتحصل في اوقات كتير انه الجهاز الفني بيشوف اللعيب في المكان ده او يبقى عايز يديله في المكان ده، لكن من جوه اللعيب نفسه بيبقى شايف نفسه في حته ثانيه في الملعب. لكن يعني فاهم طبعا كل اللعيبه هترضخ في النهايه لرغبه الجهاز الفني ما دام عايزه تلعب. في حد انت شايفه في مركز غير اللي هو بيلعب فيه في الاهلي خصوصا قدام؟ يعني لو اتكلمنا على قدام، قدام اتمنى ان كهربا يلعب فروت صريح. كهربا يلعب فروت صريح، هيضيف لخط هجوم النادي الاهلي. كهربا صعب يقعد محمد شريف دلوقتي. هاني ممكن تستغله طرف. هاني تستغله يعني طرف. هاني شريف تستغله طرف. طرف. تستغله جناح. طرف جناح. جناح يمين، لان انت عندك طاهر بيلعب وماشي كويس. أي. ممكن انا اتمنى ان اشوف كهربا يعني كفروت صريح. هو مع شريف ان هو رجله وبيعرف يكمل. شريف برضو عنده ملكة ان هو بيعرف يلعب في اكتر من مركز تحت الفروت. حقيقي. يعني بيلعب طرف يمين طرف شمال. هو هنا ميزة مميزات شريف ان هو بيعرف يجيب جول. حقيقي. فبيعرف يجيب جول. بتاع نهضة البركان بياكد ان الولد ده عنده امكانيات. لا ده متعب بالظبط في ماتش الزمالك. صح. متعب لما لف ولفه الظهر وتحطها في البعيده كده البعيده. فهو عنده حساسيه المكان. دي الملكه اللي بقت عند شريف، انه عنده حساسيه المكان، ان انا هنا هلعبها ازاي. وبيلعب برجله الاثنين كويس. يمكن بنشوف قبل كده في مباراه الزمالك جايب جون برجله اليمين وجون برجله الشمال. فهنا من مميزات شريف ان هو عنده مرونه، ممكن يلعب طرف يمين او طرف شمال، مع ان انت ممكن تستغل كهربا كرقم 9، لان كهربا برضو عنده ملكه انه بيعرف يجيب جون، بيعرف يكمل على الجون. سريع. ممكن كل شويه تلاقي نفسك عند الجون. فاتمنى كهربا يلعب 9 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني واضح حتى يمكن كنا بنتكلم مع كابتن رمضان السيد امبارح وقال انه الدقائق البسيطه اللي شاف فيها كهربا في الملعب في ماتش نهضه البركان بتقول انه كهربا راجع، وانه كهربا عايز، وانه كهربا مركز. وانا شايف انه قماشه محترمه جدا جدا. ارجو ان هو شخصيا يعرف يستغلها ويفيد بيها فرقته في اللي جاي. في اللي جاي صعب، واللي جاي يمكن محتاج كل اسم موجود في قائمه النادي الاهلي يطلع افضل ما عنده، وان شاء الله تكون العلامه كامله زي ما عودنا النادي الاهلي دايما. بشكرك كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا، ببارككك مره ثانيه. ناخد اللقطه، ناخد صوره سوا بقى مع كاس سوبر طبعا، البطوله السابعه في تاريخ النادي الاهلي. مبروك على حضراتكم. النهارده راحه، بكره راحه، ومن الثلاث ترجع الفرقه ان شاء الله تبتدي تمرينها مره ثانيه وتدريباتها استعدادا لمواجهه امبي. واحنا موجودين مع حضراتكم كل يوم الساعه 6 بتوقيت القاهره. نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده والسادسه.